كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. إني لأحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق. لهفي عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب راقي. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراق. وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. يلهو ويلعب بالعقول بيانه، فكأنه في السحر رقية راقي. في كفه قلم يمج لعابه سما وينفثه على الأوراق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. رب البنات على الفضيلة إنها لهن في الموقفين خير وثاقي.